أما الآن فأرحب بضيفي من القدس الباحث في معهد ترومن للسلام في الجامعة العبرية الدكتور روني شكيد دكتور روني أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية إسرائيل تعود من جديد إلى طاولة المفاوضات ناتانيا اهلا ونتنياهو وبعض المصادر تقول بان نتنياهو هو بنفسه من طلب العوده الى هذه المفاوضات بعدما كان بالامس يتحدث في مؤتمره الصحفي عن التمسك بالحل العسكري وبالخيار العسكري لتحرير الاسرى هل هو اعلان فشل المرحله الثانيه من الحرب اهلا وسهلا كمان مرة، لازم نفهم انه نتنياهو تحت ضغط الشارع الاسرائيلي، الشارع الاسرائيلي الاجندة المركزية الاجندة تبع الشارع الفلسطيني هي المخطوفين، المخطوفين هو بده كل واحد في اسرائيل تسأليه بيقول أول شيء المخطوفين وبعدين حماس، لأنه اليوم إذا ما رح نراجع المخطوفين اليوم نحن نخسر حماس تقدر تستنى كمان سنه كمان سنه هذا مش المشكله نتنياهو هو لعيب سياسي مع كل الاسف انا بقول الاشي هذا هو مش يعني السياسه تبعه هي مش سياسي عنشان بس عنشان اسرائيل وعن المصلحه مصلحه اسرائيل إيه. برضو بيفكر على نفسه بيفكر على المستقبل تبع الحزب تبعه وهو كرئيس الوزراء ومع كل الاسف نتنياهو بيحكي اشياء في انا في خصوص الناس في اسرائيل بدون مسؤوليه احنا راح نجيب كل المخطوفين كيف راح نجيب كل المخطوفين اذا فيش إذا فيش مفاوضات، إذا فيش صفقة. نعم، احنا عارفين إنه الرئيس المستعد كان في أوسلو في نوروي وحكى هناك مع رئيس وزراء قطر، أما أما قبل أسبوع لما طلب رئيس الوز... الرئيس المستعد يطلع على قطر مشان ي... ي... يروحوا ي... يبدأ المفاوضات، قال له نتنياهو استنى هان بالبيت، لسه ما اجا الوقت. شو معناتها معناتها لقيت اذا بيقولوا لاسرائيل جيبوا انتم مبادره انا بفكر انه الحكومه الاسرائيليه لازم تجيب مبادره منا باسرع وقت لانه المخطوفين اللي موجودين هناك في في, في كل الانفاق انا ما بعرف شو حماس بيساووا معهم اذا بيقتلون ما بيقتلون بيعذبون احنا سمعنا منهم كيف كيف عاشوا بالايام دولي انا احنا عارفين هذا مش عيشه وعارفين شو معناته واحد يكون مختطف معناته لازم 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 ندخل مم. ومن الطرف الثاني سمعنا طيب. اصوات حماس مش بس سمعنا اصوات حماس ان تقول بعد الحرب بعد بعد نوقف الحرب نبدا المفاوضات <applause> أنا ما بفكر هيك المفاوضات هدول هي مشان طرفين. ايه دكتور الوقت اللي يعني ال... هذه المرة مطمئة. هذه المرة المفاوضات ستكون بشروط حماس يعني اليوم بعد فشل فشل العملية العسكرية لم تنجح، لم تحقق أي من أهدافها وهذا لم لربما لم يتمكن نتنياهو من قوله حتى الساعة. هذه المرة المفاوضات ستكون بشروط حركة حماس، في المرة السابقة في لقاء سابق قلت لي بانه اسرائيل فشلت بحكومه نتنياهو فشلت هل هذه المره ستقول لي بعض المفاوضات بانه اسرائيل خسرت مع كل الاسف مع كل الاسف انا بقول لك ميشيلا انه برضه بالمره اللي فاتت لما كانت المفاوضات احنا في اسرائيل كثير في اسرائيل والناس شعروا انه حماس هي اللي تعطي ال كل شيء الاجنده هي في ايد حماس واحنا نسوي ايش ما حماس بدها بدها اربع اليوم بدها ثمانيه اليوم بدها سبعه اليوم المفاوضات ما كانت اسرائيل قويه ما اسرائيل تعرف حماس اما ما بتفهم حماس هذه المشكله الاساسيه اللي احنا موجودين فيها في اسرائيل، الحكومه اللي موجوده فيش فيها ناس اللي بيفهموا كيف يساوي مفاوضات مع 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 تعالي نقول مع 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 السلطه اصوليه كثير 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 يعني اللي عندها بس افكار افكار دينيه وافكار تبع ما بيخصها ولا شيء بيخصها حماس حماس بيخصها حماس هذا السبب اللي حماس مش رايح ولا شيء وانا بف... اسف جدا اقول لك انه اذا احنا رح نمشي هيك بدون ما تكون مبادره اسرائيليه اذا ما رح تكون مبادره اسرائيليه يكون كمان مره فشل في اسرائيل وكمان مره رح نقول ليش الم... ليش المخطوفين ما رجعوا للبيت وانا بحكي اول شيء بالنسبه للنسوان في هناك نسوان عمرهم 80 سنه 75 سنه في هناك رجال كبار في اولاد صغار شو ذنبه ولد صغير طيب. بيبي شو شو ذنبه والوضع ليس افضل على الجانب الاخر يا دكتور عم نشوف ما يحصل بالاطفال والنساء في قطاع غزه الوضع ليس افضل ولا مجال حتى للمقارنه طيب خلينا نحكي قليلا عن وضع نتنياهو دكتور هذه. دكتور روني اليوم نتنياهو كما قلت في بدايه اللقاء يعرف كيف يستخدم كل ظرف لصالحه ولصالحه صالحه السياسيه اليوم في انحسار للدعم الدولي للدعم الامريكي هل يمكن ان يستخدم هذه الحجج ليبرر خروجه بعد لربما مرحله قصيره من الزمن من من غزه عسكريا ودون تحقيق اي هدف من الاهداف تحت حجه انه تعرض للضغط زي ما انا قلت نتنياهو هو لعيب سياسي وبيفهم كيف يسوي الطريقه هذه وراح يفرجيك كل شيء انه انا سويت كل شيء اما انا مش مش ذنبي اللي جينا لشيء زي هيك، راح يقول الامريكان الامريكان ضغطوا علي، راح يقول المعارضه دخلت علي، راح يقول الشعب اللي بده المخطوفين دخطوا علي ما ما قدرت أسوي وانا انا مليح انا سويت ايش ما طلبوا مني اساوي، مش مش انه إشي اللي كان لازم يسوي هذه 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 المشكله، هذه المشكله انه هو اليوم بيلعب برضه لعبه سياسيه مش بس اللي اللي الحرب والنجاح بالحرب يجيب المخطوفين في اهم من كل شيء، في عنا زي ما انا قلت في عنا شعور انه المخطوفين مش بالاهم شيء على اجندة نتنياهو، وهذا السبب اللي ما بيرجع، والإيت الفشل هو ما وراح يجد كل الاسباب لانه الوقت اللي أعطاه بايدن مش كثير لحد كمان ثلاثه ثلاثه اسابيع اسبوعين ثلاثه مش اكثر المشكله مع حوثيين مشكله كبيره ولازم يكون برضه حل المشكله مع مع مخطوفين برضه الضغط في اسرائيل كبير وبكره بكره يكونوا مزارات جديده في اسرائيل طبعا. وفي ناس اللي بيقولوا بي بدهم يفتحوا اضراب مفتوح لل... من الاكل ال... لحد الجوع ي... يكونوا يسووا مزارات ب... بالاشي هذا معناته لازم انا بقول الحكومه لازم باسرع وقت تكون مبادره جديده اللي ولا واحد فكر عليها لانه برضه حماس عم تستنى لمبادره من اسرائيل واذا راح يصير الاشي هذا انا بفكر انه يكون اسهل برضو انه نسكر الملف هذا والحرب هذه اللي موجوده رح يكون نوع من تسويه ويكون غير غير امل للمستقبل شكرا لضيفنا من القدس البحث في معهد رومن للسلام في الجامعه العبريه الدكتور روني شاكيد